يتواصل اللقاء والعطاء في أرضية ميدان الوذبة. شوطنا العاشر للأبكار، اللقاية المهجنات الأصايل عبر قناة ياسر رياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات مشاهدينا الكرام لهذا اليوم اللي سن اللقاية الأربعة كيلومتر رحلة الأشواط. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة لنتعرف على الصدارة وعلى المقدمة للأبكار المهجنات الأصايل اللقاية. مقدمة الشوطة مباشرة مع المركز الأول من تسيطر مع المقدمة في هذه الانطلاقة والمسار. هناك شواهين تعود الملكية من يقدم لنا فلاح بن علي بن مصلح الأحبابي، من يقدم لنا شواهين مع المركز الأول. ثاني المراكز هوايل سالم بن علي بن هياي المنصوري، من يقدم لنا هوايل مع المركز الثاني. نقلة مباشرة إلى غروب ظافر بن راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي، تتقدم مباشرة مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث. رابع المراكز خوفة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، من يقدم لنا خوفة مع المركز الرابع. خامس المراكز عجايب عبيد بن سالم بن الغبش المحرمي، تتقدم مباشرة مع المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز المنطلقة في هذه اللحظات، الظبي سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من يقدم لنا الظبي والتقدم الممتاز في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هناك القادمة مشاهدينا الكرام والمنطلقة في هذه اللحظات، أرى اللي هي الكدرية، أحمد بن محمد بن الوهلي حافي، من يقدم لنا الكدرية مع المركز الرابع في هذه اللحظات. الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام، هناك التقدم الممتاز. شقرة مشاهدينا الكرام لراشد بن حمد بن خميس البطيني، من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق الجميل. الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الظبي، راشد بن سالم بن راشد الهاشمي من يقدم هذا الاسم، والوصول والقدوم من الظبي سعيد بن مطر الرميثي. اما جلموده تتقدم علي بن سويدان بن سالم الغفيلي. هكذا النتيجه، هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام. نعود حيث البدايه، نعود الى مقدمه الشوط والى المركز الاول، الى الصداره والى الانطلاق الاول. من تسيطر مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول في هذه اللحظات. يا سلام، هناك تنطلق مع الصدارة ومع البداية الأولى في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. شواهين، شواهين يا سلام، فلاح بن علي بن مصلح الأحبابي، ولكن التقدم من هوايل سالم بن علي بن هياي المنصوري، من يقدم لنا هوايل. هوايل مشاهدينا الكرام، وهناك أيضا شواهين. هنم فردن مع الصدارة، هنم فردن مع المقدمة. الخوفة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري يقدم لنا هذا الاسم. القدوم والوصول مشاهدينا الكرام، هناك من شقرة راشد بن حمد بن خميس البطيني، من يتقدم مباشرة ويقدم لنا هذا الاسم وهذا التقدم الممتاز. هناك الواصلة والمنطلقة عجايب عبيد بن سالم بن الغبشي المحرمي. لمن الشوط؟ لمن الناموس؟ يا سلام، الثنتين مفردا، هوايل هوايل بالأداء الهايل في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. تسيطر بهذا التقدم، تسيطر بهذا الانطلاق والمسار سالم بن علي بن هياي المنصوري مع مقدمة الشوط. راعي أفعال وراعي العديد من الأسامي اللي صارت وجالت في عالم هذه الرياضة. هناك هوايل مع المقدمة والصدارة سالم بن علي بن هياي المنصوري. المركز الثاني شواهين فلاح بن علي بن مصلح الأحبابي، ولكن خوفة، خوفة غيرت وانتزعت المركز الثاني لخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. وهناك أيضا شقرة راشد بن حمد بن خميس البطيني، من يتقدم في هذه اللحظات. ولكن أرصد اللي قادمة، اللي واصلة مشاهدينا الكرام. هناك اللي قدمت في هذه اللحظات، الوذبة، الوذبة مبارك بن حمد بن محمد العامري. يا سلام، ما يبنى لها طاري إلا في هذه اللحظات، ما شاء الله. بن مرحومه وصلكم، بن مرحومه قادم. يا سلام، يبي السلام لمصانع الجنوب،
ها هم هؤلاء مصانع القلوب يحضرون بهذا التقدم الجميل. يا سلام ما يبنى لها طاري. وصلكم دكتور الاصايل بن رشيد قادم من حاف عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي واول ذا علي من حاف، ولكن الاقرب هناك الاقرب الوثبه ترقص على ميدان الوثبه يقدم لنا الوثبه مبارك بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري. يا سلام اهل مصانع القلوب، اهل العوير قادمين، اهل العوير قادمين. بن رشيد بن مرحومه بن رشيد بن رشيد مع هبوبه ذرة قادم بكل قوه. سلام العوير، سلام للمره الثانيه في هذا الصباح. المركز الثاني مشاهدينا الكرام هناك الوذبه مبارك بن حمد بن مرحومه العامري. المركز الثالث شقره تعود الملكيه راشد بن حمد بن خميس البطيني. المركز الرابع خوفع خليفه بن عبد الله بن يعد الحميري. المركز الخامس كانت اللي هي مذيار احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام. نذهب مباشره للتوقيت الزمني. اثناء وصولها من حاف عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي 6:08:03 تهانينا لاهالي العوير دكتور الاصايل عبيد بن سلطان بن رشيد الاكتبي. المركز الثاني هناك مشاهدينا الكرام اللي في المركز الثاني الوذبة قطعت المسافة 6:04:04 تهانينا لمالكها الوذبة مبارك بن حمد بن محمد بن مرحومة العامري. المركز الثالث ننتظر اللي في المركز الثالث من وصلة شقرة اللي تعود الملكية راشد بن حمد بن خميس البطيني قطعت المسافة 6:09:04. هكذا النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.